طيب قبل بس يعني شكرا لحضراتكم الاول، قبل بس ما اروح للاصلاح اروح للتحديات لان هي اللي خلتنا للاصلاح. من 360 درجه اللي حضرتك بتتكلم عليها، احنا الاداره دي اول ما بدات يعني كان عندها اربع تحديات. التحدي الاول كان تحدي يتعلق بالامن، يعني الامن كان يعني مش في افضل حالاته، عندنا تحدي ضخم جدا فيما يتعلق بالعمليات الارهابيه، معاه تحدي يتعلق بالاحوال الحياتيه للمصريين اللي ما كانتش برضه في افضل الاحوال، طرق مش في احسن حاجه، غاز مش في احسن حاجه، ميه وكهرباء، المرافق كلها عموما، حتى العيش وهكذا. يعني كمان تحدي يتعلق بوضع الاقتصادي نفسه، الوضع الاقتصادي كان في وضع صعب للغايه، معدلات نمو متدنيه 2.5%، معدلات بطاله عند اعلى معدلاتها في ال 40 سنه الاخيره عند 13.5%، احتياطي نقدي متدني للغايه. الثلاث تحديات دول خلقوا تحدي رابع، هو انخفاض الايرادات العامه بتاعه الموازنه العامه للدوله، في نفس الوقت كمان اللي هم اثروا على قدره مصر على الاستدانه بسبب انخفاض تصنيفها الائتماني اللي انخفض 6 مرات في حوالي 2.5 سنين يعني على معيار فيتش. يعني اي سنتين يا دكتور؟ السنتين من نهايه 11 الى بدايه 13. بعديهم الاربع تحديات المفروض ان هم يعوقوا اي دوله عن بدء عمليه الاصلاح. المشكله ان انا لازم اصلح الاربع تحديات مع بعضيهم، والا هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا، لانه لو مثلا صلحت الاحوال الحياتيه للمصريين هيبقى عندي تحدي الارهابي هيضغى عليها. طب لو صلحت الوضع الاقتصادي هيبقى عندي المصريين اللي متضايقين من اوضاعهم الحياتيه والارهاب اللي هيخبط في الاوضاع الاقتصاديه اللي بعملها. وبالتالي المعضلة كلها بتتلخص في أني عندي أربع تحديات لازم يتحلوا كلهم في نفس الوقت، في نفس الوقت الإيرادات بتاعتي أصلاً لا تكفي أصلاً لعملية إصلاح واحد منهم بس. وهنا بقى المعضلة، أنه الإدارة اقتحمت مجال جديد جداً عملت بيه إصلاح في اتجاه واحد يصلح الأربع موضوعات، وده هو الإصلاح بالمشروعات القومية، أو اللي يعني من زمان جدا من عند الكنزيين يعني اللي هم بداوا في الاقتصادات الكليه قالوا ان احنا عندنا حاجه اسمها الدفعه الكبرى، نظريه ان هو ازق الاقتصاد احط فيه الدماء. دكتور محمد انا عايز احذر حضرتك بس انه انا وناس كتير ما نعرفش يعني ايه الكنزيين دول، يعني هم مين؟ يعني الاقتصاديين اللي فكروا ان هم يخرجوا العالم من اكبر ركود واجهوا في حياتهم، اللي كان عندنا حاجه شبهه مع بدايه وصول الاداره لوصولها. يعني انا اسف، ماينارد كينز الفيلسوف الاقتصادي يعني. صحيح. بعديها الاداره بدات طبعا يعني تحسن الاحوال الحياتيه للمصريين، المشروعات بتاعه الكهرباء، المشروعات بتاعه المياه، مشروعات الطرق. الاوضاع اللي بدات تتصلح في بدايه 2015 و2016 تلاها برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي الاداره اخذت شرعيه عمله من شرعيه مكافحه الارهاب الاوليه في صورتها المصغره والشرعيه بتاعت الاصلاحات الحياتيه اللي اتعملت. انطلقت الاداره بعدها علشان تواجه الارهاب بكل قوتها في معاقله الاساسيه، ومن هنا بقى عندنا دايره متكامله للمواجهه أخدتنا علشان نحسن حياة المصريين بالوضع اللي حضرتك شفته ده. دقيقتين يا دكتور. ماشي يا فندم. من هنا بقى، طيب لو أنت عملت الإصلاحات دي طب المستقبل فين؟ ما اتكلمتش أنا عن صناعة، ما اتكلمتش عن زراعة، ما اتكلمتش عن أي حاجة وأنا بتكلم في دوت. هو الحقيقة إن ده مش صحيح، لأنه وقت لما الإدارة كانت بتنفذ يعني الإصلاحات بتاعتها عشان تواجه التحديات كانت عينيها على 3 مشروعات قومية رئيسية كبرى المفروض ان هي تأهل مصر لدخول المستقبل وتقلل معاناتها وتمنع تكرار الأزمات الاقتصادية اللي بتتوالى علينا مع تغير الأوضاع العالمية. أولهم التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، وهنا مصر بتهدف إلى ان هي تتحول لمركز ينقل الطاقة ما بين مناطق العجز لمناطق من مناطق الفيض لمناطق العجز. نعم. زي مثلا ان احنا ننقل الطاقه من دول الخليج الى الاتحاد الاوروبي، او ننقل الطاقه بتاعتنا احنا اللي مولدينها احنا الى دول الشام وليبيا وافريقيا مرورا بالسودان. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه مشروع التحول لمركز عالمي للتجاره، بدايه بالتحول لمركز عالمي لتداول الحاويات، والاداره هنا نفذت مشروع ضخم جدا في قناه السويس وما زال شغال يعني لغايه دلوقتي، شفنا اخر اثاره مع اعلان مينا بورسعيد. نص ثانية. اتفضل. إعلان مينا بورسعيد واحد من أكبر 10 موالي لتداول الحاويات في العالم على مؤشر البنك الدولي الشهر اللي فات،
والمشروع الثالث هو زيادة قدرة مصر على الاكتفاء الذاتي من الطاقة ومن الغذاء، وده اللي بتنفذ في إطاره مشروعات الدلتا الجديدة، توشكا الجديدة، والمئة ألف صوبة زراعية، والواحد ونص مليون فدان. وأخيراً يعني التكامل اللي حاصل ما بين ان احنا كان عندنا تحديات بنستخدم قدراتنا المتاحة المحدودة جداً علشان نحلها دلوقتي حالاً، وان احنا نبص للمستقبل، هو ده فندم يعني اسف ضغط المصريين، لانه التحدي صحيح كبير والتكلفه اللي المصريين دفعوها الفتره اللي فاتت عاليه جدا. فهو انا يعني جيلي للاسف عاتب على حضرتك بشده ان انت حملته يعني اصلاح نتائج الناس اللي قبل كده والناس اللي هيجوا بعد كده هيستفيدوا من اللي جيل ده عمله. فيعني ده عاتب جيلي على حضرتك، لكن انا بقول لحضرتك ان احنا مكملين، ودايما ربنا سبحانه وتعالى بيدي يعني الكتف على قد الحمل. يعني شكرا لصحابك دكتور شادي. يعني الدكتور شادي معلش بعد اذنك اتفضل العفو. يعني عايز اقول لك على حاجه بقى، انت بتعتل على انك انت شلت شيله لصالح اللي جاي. لا لا خالص خالص خالص، انا بس بلقي لحضرتك عتاب جيلي على ده. لا هو في اجيال دايما يا فندم بتشيل، يعني مثلا جيل 73 شال، جيل 52 شال علشان يتفادى اللي قبله ويكمل مع اللي بعده. فانا بقول لحضرتك احنا يعني جيلي عاتب على كده، لكن والله فندم احنا مع حضرتك صدقني. لا انت هتشيل لسه هتشيل. شكرا يا فندم. دكتور شادي، انا هعتبر ده نوع من الذكاء مش من الدهاء، انك ما تجاوبش على سؤالي وسؤال كثيرين يعني الخاص بالعمله الوطنيه، عشان اديك دقيقه كمان. طيب. دقيقه كمان. انا هنا هتكلم من وجهه نظري عشان بس يعني ما احملش الاداره اي حاجه. يعني حضرتك عارف انا باحث اقتصادي. فهو انا يعني الحقيقه شايف ببساطه يعني انه الاداره على فكره ممكن تحل مشكله سعر الصرف بسهوله جدا. الاداره عندها يعني 34 مليار دولار في البنك المركزي، ممكن تفك منهم 5 مليار دولار في السوق، يعني تحل مشكله سعر الصرف. لكن اولا احنا ما عندناش اي تقدير الازمه اللي احنا موجودين فيها تنتهي امتى. فانا ممكن دلوقتي افكر الموضوع على الناس، بس بعد كده ما بقاش لاقي اوفر لهم اكل. دي اول حاجه، لانه حضرتك عارف العمله الصعبه الموجوده في البنك دي اصلا مرصوده علشان توفر الحاجات الاساسيه للمصريين. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه انا ممكن في نفس الوقت برضو وبسهوله يعني اطلق سعر الصرف بسهوله خالص، بس ده هيزود للمعاناه للمصريين معاناه. ف يعني التوازن حاصل. يعني انا شايف انه يعني المفروض يعني يكمل فتره صغيره وبعدين ناخد اجراءات تانية. انا اسمح لي.